مسألة نسبية، بس هو أكيد الاثنين بدهم يساعدوا بعض لحتى ينجحوا. التربية الحديثة يعني أنا تقليدية شوي بهذا الموضوع، بس بنفس الوقت يعني مش تقليدية كثير، لازم أعمل بالانس في التربية بين الحديثة وبين التقليدية. أنا ما عندي شباب لحديث هلا، بس يصير عندي بيبي جديد بيكون شاب بعطيك الجواب. أساس الزواج هو الاحترام والتقدير والحب، لازم يكون في عاطفة. العاطفة هي اللي لازم تعطي دفء بالبيت، رحمة بالبيت. أنا بحكي من منطلق تجربتنا، كل واحد عنده طريقته كيف يشوف الأشياء وكيف بيرتب لمستقبله، يعني كل واحد ما نقدرش نعطيك جواب نهائي. أنها تكون دائما قوية وطموحة، تكون واثقة من نفسها، يعني بان بوخت أو مهما كانت الصعوبات أنها لازم يكون عندها قوة وشجاعة أنها تواجه وما تخلي حقها يروح عاجلا ام اجلا، لازم تاخذ حقها.